الله الرحمن الرحيم. بيان عن تأسيس التنسيقية الصحراوية لحقوق الإنسان على إثر الأحداث التي شهدتها الصحراء الغربية وجنوب المغرب منذ نهاية القرن الماضي. ارتكب النظام المغربي مجموعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على ساكنة هذه المنطقة من أجل فرض الأمر الواقع وتكريس السيادة المغربية على الصحراء الغربية في تنافي كامل مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي ينص عليه القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1966 تحت رقم 2229 والقاضي بحق الشعب الصحراوي بتقرير المصير. ارتأينا نحن مجموعة من السعاريات الحقوقية والمعتقلين السياسيين الصحراويين وعائلاتهم بمدينة الطنطان شمال الصحراء الغربية إيمانا منا بالمبادئ وحقوق الإنسان والحريات العامة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الصادرين بتاريخ 1966 بحكم ما تتسم به هذه العهود من طابع عالمي وما لازم لحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي والتأكيد على حق الشعوب في تقرير المصير. تم تأسيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمنطقة تحت اسم التنسيقية الصحراوية لحقوق الإنسان. اللجنة التحضيرية للتنسيقية الصحراوية لحقوق الإنسان شمال الصحراء الغربية يوم 9 جنبير 2012. تشكيلة مكتب التنفيذي للتنسيق الصحراوي لحقوق الإنسان على الشكل آتي: الرئيس نجم بوبة المعتقل السياسي سابقا، النائبة مريم فلوكي الأمين، بوعمود عالي المعتقل السياسي سابقا، النائبة شيعة المقزن، الكتيب العام إبراهيم الشيقر، النائبة قبل زيدان، المستشارون جميع الحبيب نجاة الزواكين والدة المعتقل ساهل رسيمي، جميع البرقادي والدة المعتقل علال محجوب، بوعمود زهرة بسمير محجوب ناشط حقوقي، الرصاف بابا طالب جامعي كردلاس.